نيجي بقى للموضوع بتاعنا، الست اللي انت شفتوها دي ده. ايوه، هو الحط الجمال كما بيقولوا. طبعا هذا المشهد في مقام سيدنا الامام بدوي، يعني انا ما كنت اعرف مقام من هذا، لانه اول مره انا علقت. كان البرنامج عن يعني كان داخل ببرنامج الوهابية في كيس، لأنه ما أعلق دون أن أشاهد المقطع، لكن تبين لي لما رأيت المقطع كاملا، هذا المقطع لعبد الله رشدي 28 دقيقة، يتكلم هنا عن السيد البدوي بشكل عام، أنه كراماته ما نسب إليه، ما صح وما لم يصح، وتكلم في جزء بسيط يعني 3 أو 4 دقائق عن مسألة الاستغاثة. فالراجح أنه هذا مقام السيد البدوي، فهي تطلب كانت من الإمام البدوي أن يشفي ابنها. طيب نسمع ماذا علق. فلا تطلب الشفاء من ميت. وخلنا ما لحظة شوي يحظى لك تطلب الشفاء من ميت. طيب ماذا لو طلبته من حي غير الله؟ اسمعوا شوفوا الآن عبد الله رشدي كيف سيخلط مذهب الأشاعرة بالوهابي بالسلفي بالمعتزلة بالأرسطي، سيخلط العابل بالنابل، يطلع ما يخرج على شيء. هلا بتحسنوا تقولوا في مذهب اسمه المذهب الرشدي، رشدي الآن حاليا، رشدي زمان، مذهب رشدي كان ينسب لابن رشد اللي اشتهر في أوروبا فترة من الزمن، نسب مش مسلم، ليس مسلمون انتسبوا لابن رشد، لا نصارى يسمون بالرشديين، كما يعني ذكر ذلك أخونا الدكتور حمد طعان في رسالته الخطاب العلماني، موقف الخطاب العلماني من القرآن اللي سمي فيما بعد موقف العلمانيين من القرآن الكريم. طيب أو العلمانيون والقرآن الكريم هكذا طبع. طيب هذا بس. طيب يليق بالحي تطلبه من الحي، ما لا يطلب إلا من الله تطلب. شفت طلع أنه لأنه ميت ما بيصير تطلب منه، بيصير تطلب من الحي ما يليق به. اسمع بقى، أنه في شيء يقدر عليه الحي وفي شيء لا يقدر عليه الحي، هذا بحد ذاته إشراك. أنه تجعل في الكون في قادرين، الله قادر وفي غيره قادر من الأحياء البشر على ما يستطيعون، أو في شيء أقدرهم الله عليه، وسندخل الآن بالقوة المودعة وبالأسباب اللي مؤثرة بذاتها وبالكسب الأشعري، مسائل تحتاج مش سنوات ولا قرون ما بت فيها. هلا بدي جيب مقطع يخلط الحابل بالنابل يقول كلام مهبب. ومن الله يعني أنا حي تطلب مني تسألني أن طبعا دخل هون بقى ببدعة تيمية، أنه بدعة تيمية، أنا أعي ما أقول، أو أنا زعيم بما أقول، وأتحدى وتحديت أنه تأتوا بأحد من الإنس والجن. قال هذا التفصيل، أنه الطلب من الحي فيما يقدر عليه جائز، بل ندبت إليه الشريعة، أما الطلب من الحي فيما لا يقدر عليه، أو الطلب من الميت أو من الغائب، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فأعلى بقى على تفصيل عند الوهابي أنه هل يعذر الجائر أم لا يعذر، هذه ما بت فيها إلى الآن. طبعا حصلت معركة طويلة عريضة بين مصطفى العدوي ما علقنا عليها، الذي انتقد ابن عبد الوهاب، يعني مصطفى العدوي انتقد ابن عبد الوهاب مفعول به على أنه لا يعذر بالجهل، فراح رد عليه الوهابيين النجديين منهم هذا بدر العتيبي، وشتموا لمصطفى العدوي بفيديوهات كثيرة، ورجعوا بعدين ردوا بعض الوهابيين الكويت ردوا على العتيبي، والعتيبي رد عليه، قصة طويلة أنه هل يعذر بالجهل أم لا يعذر، هذه مسألة طويلة. ومنها قضية الاستغاثة، وأنا هذا اللي نظرته عرضت لكم مقطع نظرته في قضية الاستغاثة، قال نحن حتى اللي بيقول أغيثني يا بدوي أو يا ما مكفره لأنه يعذر بالجهل من علمه بعدين، أما الشموسي قال لا 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 ما منعذره أصلا،
لا يعذر اصلا. بعدين رجع لما جابوا الاستغاثة السفاريني مشاها هذا الشموس. الله اجرى عادته بذلك، اننا اسباب ومش اسباب معناها اللي هو ارتباط السببيه او شوف هون سيأخذ يدخل بقى يخلط. طبعا انا ساعلق على كل كلمه في هذا التسجيل لخطوره الامر فيما يتعلق بالاستغاثة. أما قضية الكلام عن البدوي كلام تاني بقى، هذا كلام أنه هذه من بدأ ثبتت ما ثبتت قضية كرامات وكذا، هذا ما دخل الكلام العلية زي ما عند الفلاسفة. لا أسباب أن الله عز وجل أجرى عادته أن يحدث هذا عند حدوث هذا. اسمعوا 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 بقى، انتقل من بدعة تيمية إلى بدعة أشعرية كما يعبر الوهابي. إيش هي البدعة الأشعرية؟ أقول لك أن الأشعرية تزعم أن النار لا تحرق بذاتها، إنما الله يخلق الإحراق عند حدوث الإحراق أو عند اقتران النار بشيء يعني يحترق أو يمكن أن يحترق، عند اقتران النار مثلا بورقة أو بشيء يمكن أن يحترق. هذا عند الوهابية أمر باطل بل محل السخرية. وهلا بجيب لك كلام السعيدان، له مقطع أنا بعته لي مرة زمان كنت أوقع عليه قوان. يهزؤون من قول الأشاعرة أن الله يخلق الإحراق والنار لا تحرق ولا تؤثر. أنت اللي عم بتقول هذه أسباب. هذا رشدي، شوف فبيكو كيف عم بيخلط، هذا بيخلط يلفق مذهب الأشعري على مذهب الصوفي على مذهب الوهابي التيمي الفلسفي المعتزلي، عم يخلط بفوت بميت. انت دخلت الان ببدعتين، خلينا بدعتين نسبيتين. طيب الاولى بدأت ابن تيمية انه الحي يطلب منه ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه لا يطلب، وكذا الميت والغائب، بل الطلب من هؤلاء الثلاثة هكذا شرك. هذه بدعة تيمية أتيت بها. لما جيت بدك تقول كيف يعني الحي يطلب منه ما يقدر عليه، دخلت ببدعة أشعرية عند الوهابي، كما أنه قول ابن تيمية أنه هذا التفصيل بين الحي والميت ويقدر هذه عندنا بدعة، هذه نحن نسميها بدعة تيمية. طيب لحتى ما نصادع المطلوب يعني أنتم عندكم بدعة وإحنا عند أنتم مبتدع عندنا ونحن عندكم مبتدع. طيب ماشي. المهم لما جيت تفسر لنا كيف يعني أنه أطلب من الحي ما يقدر عليه، قلت يعني أشياء يجريها الله على يديه، مثل أن الله أجرى أو يخلق شيء عند شيء مثل النار. أظن هنا يضرب مثال بالنار، أن الله يخلق الإحراق عند اقتران النار بالأشياء المحرقة، وكذلك الشبع يخلقه عند الأكل وهكذا. هذا محل سخري عند الوهابي ترى. انت شلون عم تجمع بين الاثنين؟ أصلا بيقول لك هذا مذهب الجبري الجهمي، أنه يقولون الأسباب غير مؤثرة. الكسب الأشعري هذا أيضا محل سخرية عند الوهابي، لأنه نحن نقول الإنسان لا يفعل، الإنسان يكتسب. ما معنى يكتسب؟ يعني الله يخلق فعل الإنسان عند ما يريد الإنسان أن يفعل، والإنسان لا يفعل شيء، إنه الفعل هو لله والخلق هو لله. طبعا هذه مسألة أيضا خلافية بين الأشعري والماتريدي كمان. بنا سبحانه وتعالى أجرى عادته مثلا أن يحدث لك شبع عند تناول الطعام. شفته؟ هلا هم نتوقف قديش أخذنا؟ حتى نجيب لكم كلام الأش اسمه كلام السعيدة. فلو لم تذهب للثلاجة ولم تزرط، هاي من عنده طبعا، لم تزرط اللي ما قاله بهذاك الشكل، يعني لم تأكل، ما بعرف إذا هذه باللغة زرط لشبعت في هذا الوقت. يحكي عن مذهب الأشاعرة، اسمعوا يسخر طبعا كما قلنا لكم، يعني بتقولي ليش عم يسخر؟ مو الله قال أليس الله قال لا يسخر قوم من قوم؟ هذه أولا هذه محمولة على المؤمنين والأشاعر عندهم كفار، أو
لا، هم لا يعملون بالمحكم، يعملون بالمتشابه كما قلنا لكم، من خذلال وابية لا يعملون بالمحكم، يعملون بالمتشابه. متى تضرب عليها عمل كما قال ابن قدامة؟ لأن الله أراد أن تشبع الآن، لكن وافق إرادته نزول الطعام في المعدة. حصتم هذا؟ طبعا في كلام هون قبله لا يتسع المجال الآن للسرده، نأجل الحلقة القادمة ونأتي لكم بكلامي. القصد الآن يسخر مذهب الأشاعرة، كيف الأشاعرة عم تقول يا أخي أن النار لا تحرق، الله هو الذي يحرق، أخذا بعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. كل شيء هذه مثل كل في هذه في حديث كله بالعضلات للعموم. طبعا انتهى الوقت، نرجع الكلام الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.